في 8 أكتوبر أثار تقرير في صحيفة القارديان البريطانية اهتمام الناس. ووفقا للتقرير، فمنذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في العالم، ألغت العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية الكبيرة الطلبات من جانب واحد، ورفضت دفع قيمة البضائع للموردين الخارجيين، وزاد إجمالي القيمة على 16 مليار دولار أمريكي. مصطفى جودين، مؤسس شركة إنتاج الملابس والتجارة الخارجية في بنغلاديش، معلم عملائه هم من العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية للملابس. في مارس الماضي تلقى جودين فجأة رسالة بريد إلكتروني من عميله البريطاني مجموعة أركاديا تقول إنه بسبب تأثير الوباء ستلغى جميع طلبات ولن يقبل المزيد من البضائع من مصنعه. ومن أجل صنع ملابس أركاديا الجديدة أنفق جود أكثر من 1 مليون دولار أمريكي على المواد الخام، ولدى هذه العلامة التجارية ما يقرب من 2.44 مليون دولار من البضائع في مصنعه. أركاديا ليست وحدها في إلغاء طلبات من شركة جود، قال إنه منذ مارس تم إلغاء 80% من الطلبات الأجنبية، ولم يقدم العملاء أي تفسيرات أو تعويضات. وقد نشر تجربته على مواقع التواصل الاجتماعي ولفت أنظار وسائل الإعلام الكبرى. تحت ضغط الرأي العام استجابت مجموعة أركاديا لهذه القضية. قالت أركاديا إن وباء فيروس كورونا الجديد قوة قاهرة، وبالتالي فإن إلغاء الطلب يتماشى مع شروط العقد، ولم تعد تقبل حاليا سوى السلع التي غادرت المواني والتي هي في طريقها اعتبارا من اليوم 17 مارس، ولكن لا يمكنهم سوى دفع 70% من قيمة البضائع. سيتم إلغاء طلبات الأخرى بما في ذلك الملابس التي تم صنعها ولكن لم يتم شحنها بعد، والسبب هو أنه بعد انتهاء الموسم لن يشتري المستهلكون ملابس الربيع، كما لا تزال المتاجر مغلقة، فلم يعد بإمكان المستودع استلام مخزون جديد. من الصعب أن يقبل جود هذا التفسير، ويعتقد أن العلاقة غير متكافئة عندما يوقع الطرفان على العقد، مضيفا أن التشغيل الطبيعي للمصنع يعتمد على نظام ديون والثقة المتبادلة. ونظرا لإلغاء عدد كبير من الطلبات، لم يعد البنك مستعدا لمنحه قروضا، في حين طالب مورد المواد الخام بدفع المال ويصعب عليه قبول طلبات من المشترين الجدد. وفر إنتاج الملابس للتجارة الخارجية في بنغلاديش فرص عمل لأكثر من 4 ملايين شخص، وتشير الإحصاءات إلى أنه في سنة المالية 2018 حتى 2019 شكلت الصادرات الملابس 84.21% من إجمالي صادرات البلاد، وتم بيع 60% من الملابس إلى أوروبا. منذ اندلاع الوباء تم إلغاء أو تأجيل الطلبات التي تبلغ قيمتها نحو 26.7 مليار دولار أمريكي للبلاد، واضطر العديد من المصانع إلى إغلاق معظم خطوط الإنتاج وتسريح العمال. ولهذه الغاية أطلقت حكومة بنغلاديش برنامج مساعدة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لصناعة تحويلية. في الوقت الحالي بدأت الدول الأوروبية والولايات المتحدة في إعادة تشغيل اقتصاداتها، ولكن إلغاء وتأجيل طلبات من قبل العلامات التجارية لم يتغير. ومع استمرار الوباء تواجه صناعة الملابس في البلاد ضربة قاتلة.